حدث رجب بليبلو. أهلا وسهلا رجب في نشرة الأخبار، وحدثني في البداية عن الأجواء في مدينة سرت وما هي آخر التطورات هناك والوضع المعيشي للسكان من بعد سيطرة القوات المسلحة على المدينة وحمايتها بقوات الجيش والقوات التابعة للداخلية. تفضل. نعم، أصبح مدينة سرت تشهد هدوء داخل المدينة. أيضا دعني أبدأ بالحياة اليومية هنا للمدينة. منذ وصولنا الحياة تبدأ من الساعة 7 حتى الساعة 12 ظهرا. هذه هي ساعات فقط السماح بحركة المواطنين بسبب التعليمات التي أصدرتها لجنة مكافحة وباء كورونا هنا في مدينة سرت. عدد ساعات الحظر هي من الساعة 12 حتى اليوم الثاني الساعة 7 صباحا. المدينة بصفة عامة تشهد انتشار لأجهزة الداخلية، لمديرية أمن سرت، الإدارة العامة للبحث الجنائي، أيضا الدوريات من الشرطة العسكرية داخل المفترقات الرئيسية في المدينة. القوات المسلحة هي الآن ما بعد مدينة سرت بحوالي 40 إلى 50 كيلومتر شرق مدينة مصراتة. أما بصفة عامة فالمدينة تشهد عودة الحياة فيها بشكل طبيعي بعد تواجد الأجهزة الأمنية داخل المدينة وفرض قوة الدولة وهيبة الدولة داخل مدينة سرت. عودة الحياة التجارية إلى المدينة لربما أزمة كورونا هي فقط من تضع العائق أمام حركة المواطنين. أما بالنسبة للجنة الاستشارية لكورونا هنا في مدينة سرت فقد تحصلت على أحد أجهزة التحليل وهو جهاز البي سي آر. أيضا هذا الجهاز حسب ما تحدثنا مع المسؤولين بملف الصحة هنا تحدثوا عن عدم وجود المواد التشغيلية لهذا الجهاز. غدا سوف يكون لنا تقرير مصور حول هذه المشكلة. أيضا لربما اليوم أو بعد غد سوف تخرج أولى الحالات المتماثلة للشفاء بعد تسجيل 4 حالات إصابة لكورونا في داخل سرت. نعم، شكرا جزيلا لك بطبيعة الحال رجب بليبلو، موفد ليبيا الحدث، كنت معي عبر الهواء مباشرة من مدينة سرت.